الله أكبر ولله الحمد. لا نص الاثنين يا نص الاثنين نزل شوي هنا خلوا واحد من الشباب هنا لما يا ولد ايش انت هنا يا ولد التقدم الذي تحرزه قوات الجيش الوطني مدعومة بالتحالف في محور صعدة يكتسب أهمية كبيرة، خاصة وأن صعدة هي المركز الروحي للحوثيين ولها رمزية سياسية وعسكرية كونها البيئة الحاضنة لهذه الميليشيات الإرهابية، والاقتراب من معاقلها يعني أنها بداية النهاية لهذه الميليشيات التي بدأت الآن تسحب الكثير من مقاتليها من بقية المحاور والجبهات للدفاع عن ملاذهم الأخير، لشعورهم أن سقوطهم في صعدة يعني سقوطهم في بقية المناطق تلقائيا. لا بس السبعة.